السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي. اليوم باذن الله راح نخدم معكم انا هذه البياسه. هذه البياسه تقدري تخدمي منها درا كامل بالكروشي، وكذلك تقدري تخدمي اربع بياسات تشبحي بهم وسط الدرا والمخايط كذلك، وتخدمي كذلك ثلاثه تشبحي بهم زوايا الدرا. انا خدمت بالكروشي رقم 18 وبالكروشي وبالكورتو رقم 16. راح نبدا معكم بالكورتون بيغلي ونكمل معكم بالكورتو رقم 16. نبداو على بركه الله، نبداو نخدمو بالكورتون بيغلي. نبداو العمل بالكورتون بيغلي وبعد نكملو بالكورتو رقم 16. اول حاجه نخدموها نخدمو العقده، نخدمو سلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. خدمنا سلسله فيها 16 عوينه. نكملوا العمل بعد ما خدمنا 16 عوينه. نشوف هنا شو بدايه العمل، ندخلوا في العوينه الاولى، نحكم العمل منزلقه هكذا. خدمنا حلقه كيما هكذا. دركا نطلعوا بسلسله فيها 1 2 على اساس ما يصيغي. نعاودو ندخلو في الحلقة، نجبدو الخيط ونخدمو مايسيغي. هادي مايسيغي التانية، تالتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14 15 16. عشرين. خدمنا 20 عوينة. نروحوا بداية العمل، ندخلو هنايا ونحكمو العمل منزلقة هكذا. فهاديك السنسلة اللي طالع بيها فيها عوينتين على أساس مايسيغي هكذا. خدمنا 20 مايسيغي في الحلقة اللي فيها 16 عوينة. نكملو العمل دركا، نطلعو شوفي هنايا المرحلة التانية، نطلعو السنسلة فيها 1 2 كذلك على أساس مايسيغي. شوفي في نفس هادي العوينة هنايا وين دخلنا حكمنا العمل على أساس مايسيغي، نزيدو مايسيغي التانية. يعني خدمنا كأننا خدمنا مايسيغي وحدة خدمنا فيها 2. نزيدو دوكا نروحو العوينة التانية، مايسيغي التانية، ندخلو فيها ونخدمو مايسيغي وحدة 2، يعني 2 مايسيغي في مايسيغي وحدة. دوكا هادي مايسيغي التالتة، ندخل مايسيغي نخدم فيها الأولى ونزيد مايسيغي التانية. نروحو مايسيغي الرابعة، نخدمو مايسيغي الأولى ونزيدو مايسيغي الثانية. دوك هذه المرحلة كامل راح نخدمها كيما هكذا، دائما نخدم 2 مايسيغي في مايسيغي وحدة لي في الأسفل. أنا نكمل العمل بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. هنايا بعد ما كملت هذه المرحلة تلقاي روحك خدمة 40 مايسيغي. دوك هنا في الأخير باش نقفلو العمل، نروحو لبداية هنا العوينة هادي عوينتين لي طلعنا بيهم. هنايا ندخلو نحكمو العمل بمنزلقة كيما هكذا، نكونو كملنا هذه المرحلة الثانية. دوكا ننتقل للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة نطلع بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 على أساس عمود بلفتين. نزيدو سلسلة فيها 1 2 3. دوكا نخدمو عمود بلفتين هكذا. شوفي المايسيغي الأولى هذه اللي طلعنا بها خدمنا فيها هنايا 5 عوينات على أساس عمود بلفتين. شوفي نخلو المايسيغي الثانية لي أمامها، نروحو المايسيغي الثالثة، ندخلو ونخدمو عمود بلفتين هكذا، ونقفلو، نزيدو سلسلة فيها 1 2 3. نخدمو عمود بلفتين مرة أخرى. شوفي المايسيغي اللي خدمنا فيها هذا العمود الأولى، شوفي نخلو هذه اللي بعدها ونروحو الثالثة، يعني الثانية فارغة، الثالثة ندخلو ونخدمو عمود بلفتين هكذا. سهلة ماشي صعيبة كيما هكذا. نزيدو سلسلة دائما فيها 1 2 3 عمود بلفتين. نروحو نخلو مايسيغي في الوسط هنايا، نروحو لي بعدها، يعني مايسيغي وحدة ما نخدموهاش،
ونكملوا العمل كذلك، نخدموا عمود بلفتين وهكذا. دوكا يسمى هذه المرحله كامل راح نخدم الاعمده كل عمود بلفتين، وبين العمود والعمود في الاسفل كاينه ماي سيري وحده ما نخدموهاش، وفي الاعلى بين العمود والعمود سلسله فيها ثلاثه. انا نكمل العمل كامل بهذه الطريقه، كيكون في النهايه نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهايه هذه المرحله بعد ما خدمت 20 عمود كل عمود بلفتين. دوكا باش نقفلوا هذه المرحله نروحوا نحسبوا 1 2 3 4 5 بدايه العمل، نحكم العمل منزلقه هكذا نكونوا كملنا العمل. لو كان ننتقلوا المرحله الثانيه نتقدموا في العوينه الاولى بالمنزلقه الاولى، نزيدوا العوينه الثانيه منزلقه الثانيه هكذا. دركا نخدمو سلسلة فيها 2 على أساس ماي سيري، 1 2 على أساس ماي سيري، نزيدو سلسلة فيها 1 2 3 4. نروحو شوفي هذه السلسلة الأولى، هذه السلسلة الثانية ندخلو فيها نحكمو ماي سيري هكذا، نزيدو سلسلة فيها 1 2 3 4. السلسلة الثالثة ندخلو نحكمو ماي سيري، 1 2 3 4. السلسلة الرابعة ماي سيري وهكذا. هذه المرحلة كامل راح نخدمها بنفس الطريقة، ماي سيري سلسلة فيها 4 ماي سيري وهكذا. دوكا نكمل العمل كي يكون في نهاية هذه المرحلة نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهاية هذه المرحلة بعد ما خدمت سلسلة فيها 4، نروح بداية العمل نحسبو 1 2 ندخلو في العوينة الثانية، نحكمو العمل منزلقة كيما هكذا. دوكا ندخلو بهذه السلسلة هذه، نحكمو العمل هكذا بمنزلقة ونخدمو سلسلة فيها 1 2 على اساس ماي سيري الاولى. دوكا نخدمو ماي سيري الثانيه، نزيدو ماي سيري الثالثه، نخدمو عوينه وحده، نزيدو ندخلو نخدمو ماي سيري وحده 2 3. يعني هادو كامل راهم في هذه السلسله اللي فيها 4. نروحو للسلسله الثانيه فيها 4 ندخلو مباشره نخدمو ماي سيري 1 2 3، نخدمو عوينه وحده هكذا، نزيدو ندخلو في نفس السلسله نخدمو ماي سيري 1 2 3. نروحو للسلسله الثالثه ندخل نخدمو ماي سيري 1 2 3، نخدمو ماي سيري نخدمو عوينه وحده، نزيدو ندخلو نكملو نخدمو ماي سيري 1 2 3 وهكذا. دوكا اسمع هذه المرحله كامل راح نخدمها بنفس الطريقه، نخدمو سلسله فيها 3 عوينه، سلسله عفوا نخدمو 3 ماي سيري عوينه، 3 ماي سيري، 3 ماي سيري عوينه، 3 ماي سيري، 3 ماي سيري عوينه وهكذا. يعني كي تلقى شوفي العوينه هذه الاولى والثانيه تلقاي روحك خادمه هنايا 6 ماي سيري. انا راح نكمل العمل بنفس الطريقه نعاود نرجع لكم. هنايا دوكا راني في نهاية هذه المرحلة بعد ما كملت العمل بنفس الطريقة، نحكمو العمل دائما بالمنزلقة، نرجعو بداية العمل ندخلو ونحكمو العمل بالمنزلقة هكذا، نطلعو بسلسلة فيها 1 2 على أساس ماي سيري، دائما نطلعو بسلسلة فيها 2 على أساس ماي سيري. دوكا ندخلو في العوينة الثانية، الماي سيري الثانيه نخدمو الماي سيري الثانيه فوقها، ندخلو في الماي سيري الثالثه ندخلو ونخدمو الماي سيري الثالثه فوقها، ندخلو في هذيك العوينه اللي خدمناها وحدها هذه، ندخلو هنا شوفي ندخلو نجبدو الخيط نخدمو ماي سيري وحده، نزيدو عوينه، نزيدو ندخلو في نفس العوينه ندخلو ونخدمو ماي سيري الثانيه. يعني في عوينه وحده خدمنا ماي سيري عوينه ماي سيري. دوكا نكمل العمل، شوفي نروحو نكملو في ماي سيري هذه الاولى، نخدمو فوقها ماي سيري، الماي سيري الثانيه فوقها ماي سيري، والماي سيري الثالثه فوقها ماي سيري. يعني كملنا هذا هذه السلسله. يعني دوكا تلقاي روحك خادمه هنا 4 ماي سيري عوينه 4 ماي سيري. دوكا نروحو السلسله الثانيه كذلك بنفس الطريقه، فوق الماي سيري الاولى ماي سيري الاولى، الثانيه فوقها ماي سيري الثانيه، ماي سيري الثالثة فوقها ماي سيري الثالثة. نروحو هنا شوفي هذه هي العوينة، هنايا ندخلو نجبدو الخيط نخدمو ماي سيري الأولى، نزيدو نخدمو عوينة، نزيد في نفس هذه العوينة ندخل ونخدم ماي سيري الثانية. دوكا نهبط نخدم ماي سيري الأولى فوقها ماي سيري، الثانية فوقها ماي سيري،
والثالثه فوقها ماي سيري. كيما يعني هذه المرحله كامل راح نخدمها كيما هكذا. شوفي 4 ماي سيري عوينه، 4 ماي سيري، 4 ماي سيري عوينه، 4 ماي سيري. يعني بين شوفي بين العوينه الاولى والثانيه تلقاي روحك دوكا خادمه 8 ماي سيري. انا راح نكمل العمل دائما بنفس الطريقه، نعاود نرجع لكم دائما في العوينه وحده. هذه العوينه دائما نخدموا ماي سيري الاولى، عوينه ماي سيري الثانيه، في عوينه هذه اللي وحدها. هنا دوكا راني في نهايه هذه المرحله. شوفي كيما طلعت هنا ب 4 ماي سيري عوينه، نهبط بعوينه و 4 ماي سيري. دوكا نقفلوا العمل هكذا، ندخلوا مباشره نقفل العمل مزدلقه. يعني كي تحسبي من العوينه هذه الاخيره لبدايه العوينه اللي بدينا بها تلقاي كذلك عندك 8 ماي سيري. نطلعوا بسلسله فيها 1 2، دائما نطلعوا بنفس الطريقه. نخدموا ماي سيري الثانيه، الثالثه، الرابعه، ونخدموا في العوينه هنايا ندخلوا ونخدموا ماي سيري الخامسه، نخدموا عوينه، نزيدوا في نفس العوينه هذه ندخلوا نخدموا ماي سيري الثانيه، نهبطوا ماي سيري وحده، اثنان، ثلاثه، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. نروحوا العوينة هذه الثانية ندخلوا فيها نخدموا ماي سيري رقم تسعة. يعني تشوفي كي تحسبي من العوينة هذه للعوينة هذه الثانية تلقاي عندك 10 ماي سيري. بعد ما خدمت عوينه هذه ندخل في نفس العوينه اللي في الاسفل ندخلوا ونخدموا ماي سيري الثانيه، ونهبطوا بنفس الطريقه كذلك. يعني درك شوفي، يعني من العوينه الاولى هذه لوحدها العوينه الثانيه لوحدها كذلك تلقاي روحك خادمه هنايا 10 ماي سيري. يعني شوفي هنايا، شوفي من اول عوينه لثاني عوينه الصف الاول من ماي سيري خدمنا 6 ماي سيري، الصف الثاني من العوينه الاولى للعوينه الثانيه تلقاي روحك خادمه 8 ماي سيري. الصف اللي بعده اللي راني نخدم فيه دركا من العوينه الاولى للعوينه الثانيه تلقاي روحك خادمه 10 ماي سيري. دوكا انت تبقاي تمشي بنفس الطريقه كما هكذا. يعني شوفي هنايا كي تبداي، هنا في الاولى بدينا بثلاثه، اربعه، خمسه. دوكا كي تبداي تكمليها بنفس الطريقه راح تخدمي 8 صفوف. انا خدمت ثلاثه، دوكا نزيد نكمل العمل حتى نوصل ليعود عندي بين العوينه الاولى والثانيه تعود عندي 20 ماي سيري. يعني راح تخدمي، خدمنا 6 8 10 ماي سيري، تكملي 12 14 ماي سيري، 16 ماي سيري، 18 ماي سيري. في الصف رقم 18 من ماي سيري نحبسوا العمل. انا راح نكمل العمل بنفس الطريقه حتى نكون في الصف الاخير، يعني في الصف رقم 8. نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني نخدم بالكوطو رقم 16 هذا تاع البوبينه هدايا يساعدك في العمل. دوكا راني في الصف رقم 8، راني شوفي بين العوينه الاولى والثانية كي تحسبي تلقاي روحك عندك 20 ماي سيري. يا خي بدينا بستة، ثمانية ماي سيري، عشرة ماي سيري، 12 ماي سيري، 14 ماي سيري، 16 ماي سيري، 18 ماي سيري. دوكا هذا الصف رقم 8 في 20 ماي سيري. دوكا بعد ما خدمت هنايا الماي سيري هنايا، دوكا باش نقفلوا العمل دائما بنفس الطريقة. شوفي هنايا ندخلوا العوينة هذيك اللي خدمنا عوينتين يعني على أساس ماي سيري، نقفلوا العمل كيما هكذا. يعني شوفي العمل يكون معاك هكذا، شوفي يجيك شغل مشرشف هكذا، بصح دوك يتلم معانا حنايا هكذا. دوك نلمو هذا العمل كامل. دوكا ننتقلوا بعد ما كملنا هذه المرحله، ننتقلوا المرحله اللي بعدها. هذو الماي سيري نخدموا سلسله فيها 1 2 هكذا، نزيدو نطلعوا سلسله فيها 1 2 3. شوفي دوكا نروحوا عندنا العوينه هذه الاولى هنايا تجي في الوسط هنايا، من هذه العوينه نحسبوا الماي سيري، نحسبوا ماي سيري، نحسبوا واحد ماي سيري، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. ماي سيري رقم 9 ندخلوا فيها
ونخدمو ماي سيري هكذا. نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان، شوفي نبداو نحسبو بعد هذه الماي سيري اللي خدمنا فيها، نحسبو واحد ماي سيري الاولى، الثانية، الثالثة، الثالثة ندخلو نحكمو فيها ماي سيري هكذا. نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، شوفي نروحو نحسبو من هذه العوينة هنايا، نحسبو ماي سيري، نحسبو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، في الماي سيري رقم تسعة ندخلو ونحكمو العمل هكذا ماي سيري. نزيدو سلسة فيها واحد اثنان، نروحو بعد هذه الماي سيري اللي خدمناها نحسبو واحد اثنان ثلاثة، في الماي سيري رقم ثلاثة ندخلو نخدمو ماي سيري اللي بعدها كذلك، نشدو العمل هكذا نكملو العمل واحد اثنان ثلاثة. نروحو دوكا نخلو هذه العوينة، من هذه العوينة نبداو نحسبو هنايا، نحسبو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعاود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، في الماي سيري رقم تسعة نحكمو العمل، سلسة فيها اثنان، نزيدو بعد هذه الماي سيري اللي خدمنا فيها نحسبو واحد اثنان ثلاثة، في الماي سيري الثالثة ندخلو نخدمو ماي سيري وهكذا. يعني هذه المرحلة كامل راح نحكمو العمل كيما هكذا، يتلم معنا العمل يولي كيما هكذا، يتشكلنا وردة. دوك أنا نخدم العمل كامل كيما هكذا، كي يكون في نهاية العمل نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهاية هذه المرحلة بعد ما خدمت سلسلة فيها ثلاثة، دوكا باش نروحو نحكمو العمل، شوفي نروحو لآخر عوينة هنا اللي في الأسفل، نبداو نحسبو واحد ماي سيري، نحسبو ماي سيري فقط، نحسبو ماي سيري وحدة، اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هكذا، تسعة ماي سيري، في ماي سيري تسعة نحكمو. دوكا نخدمو عوينة وحدة هكذا، ونروحو شوفي لهذه السلسلة اللي بدينا بها، بدينا باثنان، بسلسلة فيها اثنان على أساس ماي سيري، يعني واحد اثنان، ندخلو هنايا ونخدمو ماي سيري. يعني شوفي كيفاش قفلت، قفلت العمل عوينة وماي سيري هكذا، والعمل يخرج معنا هكذا يتلم كامل. بعد ما كملنا هذه المرحلة اللي تكون في الأمام كيما هكذا ومن الخلف كل عمل معك هكذا كامل ملموم، دركا نروح ننتقل للمرحلة اللي بعدها. بعد ما حكمنا العمل بعوينة وبالماي سيري هنايا، ولينا في الوسط، دركا نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان على أساس ماي سيري، نطلع بسلسلة كذلك فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة، نروحو شوفي هذه السلسلة الأولى هنايا، هذه اللي فيها اثنان طلعنا بدينا فيها العمل، دوكا نروحو لهذه السلسلة اللي فيها ثلاثة نحكمو ماي سيري هكذا، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ونروحو كذلك للسلسلة هذه اللي فيها اثنان ندخلو ماي سيري، سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نروحو للسلسلة اللي فيها ثلاثة نحكمو ماي سيري وهكذا. يعني هذه المرحلة كامل راح نخدمها ماي سيري سلسلة فيها خمسة، ماي سيري في سلسلة فيها خمسة وهكذا، مرة نحكمو في السلسلة اللي فيها ثلاثة، مرة في السلسلة اللي فيها اثنان. دوك أنا نكمل العمل بنفس الطريقة، كي نكون في نهاية العمل نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهاية هذه المرحلة من السلاسل، دوكا باش نقفلو العمل شوفي نخدمو عوينة الأولى الثانية، نلفو الخيط على الكروشيه، شوفي راح نقفل كيما هكذا دائما نقفل بهذه الطريقه، نخدمو عوينتين ومن بعد شوفي نروحو باش نخدمو عمود، نحسبو هنايا واحد العوينه الاولى في السلسله اللي بدينا بها، العوينه الاولى الثانيه ندخلو فيها ونخدمو عمود هكذا، يكون هكذا عمود، يعني نعودو نخدمو في وسط السلسله، نطلعو بسلسله فيها واحد اثنان، نزيدو سلسله هذه اثنان فيها على اساس ماي سيري، نزيدو نطلعو بسلسله فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نروحو للسلسلة الثانية ندخلو نحكمو ماي سيري
نزيدو سلسلة فيها 1 2 3 4 5. السلسلة الثالثة ندخلو نحو ماي سيري وهكذا، يعني راح نخدمو السلاسل كيما هكذا. لكن دائما تأكدي انك كي تخدمي الصف الاول من السلاسل تلقاي عندك السلاسل. شوفي تبداي تحسبي باش تتأكدي، لازم تحسبي تلقاي عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 تلقاي عندك 40 قوس. ودائما كي نطلعوا الصف اللي بعده نخدموا دائما سلسلة فيها 2 سلسلة فيها 5 ونحمو ما يصير في السلسلة الثانية. ودائما كي نقفلوا العمل مع بعضه عوينتين وعمود. دوك انا واش راح ندير، انا دوكا راني نخدم في الصف الثاني، نزيد نخدم الصف الثاني والثالث والرابع كي نكون في الصف الرابع والاخير نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خدمت انا يا ربع صفوف، يعني 1 2 3 4 بنفس الطريقة دائما ما يصيري سلسلة فيها 5 ما يصيري. دوكا راح نقفلوا العمل في هذه المرحلة الأخيرة، نخدمو سلسلة فيها 1 2، نخدمو نلفو الخيط على الكروشي على أساس عمود ونحسبو في البداية. شوفي السلسلة اللي بدينا بها 1 2 في العوينة الثانية ندخلو ونخدمو عمود هكذا، يعني دوكا رانا في منتصف هذه السلسلة هنايا. دوكا واش راح ندير، نطلع بسلسلة فيها 1 2 3 على اساس عمود، نزيدو سلسله فيها 1 2، نلفو الخيط على الكروشي ندخلو في نفس هذه السلسله، نخدمو العمود هذا الاول ونزيدو عمود الثاني ونزيدو العمود الثالث. خدمنا ثلاثه اعمده هكذا كيما هكذا بدينا، هذا عمود عوينتين ثلاثه اعمده. نخدمو سلسله فيها 1 2 3 4 5. شوفي نخلو هذا شوفي السلسله الاولى هذا القوس خدمنا فيه، القوس الثاني يعني السلسله الثانيه ما نخدموش، الثالثه نخدمو فيها نلفو الخيط على الكروشي ونخدمو العمود الاول العمود الثاني والعمود الثالث. نخدمو عوينتين نلفو الخيط على الكروشي ندخلو نخدمو العمود الاول الثاني الثالث، هادو كامل في سلسله واحده، يعني ثلث اعمده عوينتين ثلاثة أعمدة. نزيدو نكملو العمل سلسلة فيها 1 2 3 4 5، نلفو الخيط على الكروشي نخلو هادي السلسلة الثانية فارغة، الثالثة نخدمو فيها هكذا كذلك دائما بنفس الطريقة، نخدمو العمود الأول الثاني هذا الثالث، نخدمو عوينتين نزيدو عمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث وهكذا. دائما بين شوفي بين هذه الصدفة وهذه الصدفة كاين سلسلة فيها 5، ودائما نخلو هنايا قوس كيما هكذا، يعني سلسلة فارغة هكذا. دوك انا نكمل العمل بنفس الطريقة دائما كي نكون في الاخير هنايا نعاود نرجع لكم. هنا دوك راني في نهاية هذه المرحلة، تلقاي روحك خادمة هنايا الاصداف 20 صدفة، وبين صدفة وصدفة سلسلة فيها 5. دوك خدمت سلسلة فيها 5، راح نقفل العمل نلفو الخيط على الكروشي نروحو لبداية السلسلة هذه، ندخلو نخدمو عمود الأول والعمود الثاني. دوكا نحسبو 1 2 3 في العوينة رقم 3، ندخلو نحكمو العمل منزلقة هكذا، يعني خدمنا صدفة. دوكا ندخلو هنايا ونطلعو بسلسلة، نحكمو العمل منزلقة ونطلعو بسلسلة فيها 1 2 3. دوكا ننتقلو نخدمو الصف هنايا الأخير باش نفيني ونحكم البياسة مع أختها. هنا بعد ما خدمنا سلسة فيها 3، دركا نزيدو نخدمو سلسة فيها 1 2 3 4 5، نرجعو العوينة رقم 3 ندخلو فيها ونخدمو نحكمو العمل هكذا باش تتشكل لنا غرزة بيكو، نلفو الخيط على الكروشي ندخلو نخدمو العمود الثاني هكذا. نزيدو سلسة فيها 1 2 3 4 5، نرجعو كذلك هنايا بداية العمل هنايا ونخدمو تشكلنا غرزة بيكو، نلفو الخيط على الكروشي نزيدو ندخلو نخدمو العمود الثالث كذلك سلسلة فيها 5،
نخدمو غرزة بيكو بسلسلة فيها خمسة، نزيدو العمود الرابع كذلك غرزة بيكو، ونخدمو العمود الخامس. هذا العمود الخامس الأخير ما فيش غرزة بيكو، هكذا يعني خدمنا خمسة أعمدة وأربع غرزات بيكو. دوكا نهبطو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، دائما شوفي دركا يعود العمل بهذه الطريقة. كي نخدمو هذه المجموعة العمل اللي موراها، شوفي عندنا السلسلة هذه فيها خمسة وعندنا هنايا هذا القوس، ندخلو شوفي هكذا، نعاودو ندخلو في القوس هنايا، نجبدو الخيط ونحكمو مايسيري هكذا، يعني رانا نلمو في العمل. سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نرجع نخدم هنايا العمود في الصدافة في وسط الصدافة، ونخدمو كيما خدمنا في الأول، نخدمو غرزة بيكو بسلسلة فيها خمسة هكذا، ونخدمو العمود الثاني وهكذا. يعني مرة نخدمو في الصدافة الأعمدة هادوما خمسة وأربعة غرزات بيكو، اللي بعدها دائما نهبطو بسلسلة فيها ثلاثة، نحكمو ماي سيري، نحكمو هذه السلسلة اللي فيها خمسة والسلسلة الثانية اللي فيها خمسة، ونطلعو سلسلة فيها ثلاثة ونرجعو نخدمو هنايا. دوك أنا واش راح ندير، راح نخدم هادو مع الأصداف الأعمدة بالبيكو، لكن كي يكون راح نلصق العمل مع بعضه نعاود نرجع لكم باش نوريكم كيفاش نلصقو البياسة مع أختها. هنايا بعد ما كملت أنا خدمت هادو مع الأعمدة في الصدفة التانية، دوكا هنايا وصلت الصدفة دي التالتة، دوكا هنا نبدا نحكم العمل. يعني كي يكونو عندك بياسة تحبي تحكمي، دوكا هنايا نبداو نحكمو العمل مع بعضه. خدمت أنا العمود وخدمت بيكو الأولى، دوكا راح نخدم العمود الثاني، ونبداو نشوف بيكو الثانية نخدمو عوينة الأولى، الثانية في الثالثة نبداو نحكمو العمل. يعني دركا أنا نحبس هنايا نجيبو العمل، أنا هنايا خدمت تلت بياسات هكذا كيما هكذا. كيفاش نحكمو العمل مع بعضها؟ أنا راني حاكمة ثلاثة، أنتي كي تكون عندك بياسة الأولى تحكميها مع الثانية، مع الثانية هكذا بتلت، هكذا بتلت أصداف هنايا هكذا باش ما تخلطلكش حساب، يجيك ساهل ثلاث تلت مرات كيما هكذا، كل وحدة تقابل خوتها. يعني شوفي أنا ثلاثة راني حاكمة كل وحدة مقابلة خوتها، دوكا هذه الرابعة هي اللي تحكمهم كامل مع بعضهم. يعني دوكا خدمت عوينتين، شوفي هنايا نخلو هذه الصدفة وهذه الصدفة الأولى الثانية ما شوفي هادوما يجوا في الوسط كيما هنايا، هنايا هنا خلو اثنان، هنا كذلك نخلو اثنان. يعني شوفي هنا هادوما ما نحسبوهمش، هادو خلوهم واحد وهنا يجوا في الوسط، خاطر كاين بياسة هنا تحكمهم مع بعضهم. ومن بعد نخدموها، شوفي عندنا بياسة هذه الأولى الثانية الثالثة، يعني أنا دوكا كي نحكم في هادو ثلاث أصداف. نبدأ أولا حنحكم هنايا، يعني نروحو شوفي نروحو شوفي الغرزة الأولى هنايا بيكو ما نحكموش فيها، نحكمو في الثانية، ندخل نحكم العمل منزلقة هكذا، نحسب واحد اثنان. شوفي رانا حاكمين الظهر مع ظهر العمل، يعني الظهر في الظهر هكذا. دوكا نرجع للبياسة ونرجعو نخدمو نكملو الغرزة بيكو هذه نحكموها هكذا. نزيد نخدم العمود الثالث، سلسلة فيها واحد اثنان هكذا، نرجعو للبياسة الثانية في البيكو الثالثة، هذه الأولى ما خدمناش، الثانية خدمناها، الثالثة ندخلو فيها نحكم كذلك منزلقة ونحسبو واحد اثنان، نرجعو للبياسة اللي رانا نخدمو فيها، ندخلو نكملو غرزة بيكو. دوكا نخدمو عمود هكذا، خدمنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، دوكا نزيدو غرزة بيكو، هذه ما نحكموهاش، يعني الأولى والأخيرة ما نحكموش غرزة بيكو هكذا، ونزيدو نخدمو العمود الخامس والأخير. نهبطو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نروحو نحكمو العمل هكذا، هادو السناسين مع بعضهم اثنان هكذا ماي سيغي، نزيدو نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة ثلاثة، ندخلو في الصدفة اللي بعدها كذلك نخدمو عمود، نخدمو غرزة بيكو هكذا. دوكا نزيدو العمود الثاني، واحد اثنان، خدمنا عوينتين، ونروحو شوفي الصدفة اللي بعدها
هنايا البيكو الاولى ما نحكموش، الثانيه نحكمو هكذا مزلقه ونروحو نقفلو نخدمو هكذا بيكو الاولى حكمناها نزيدو سنسه فيها واحد اثنان نروحو نحكمو بيكو الثانيه هكذا منزلقه نحسب واحد اثنان هكذا حكمنا الصدفه الثانيه مع الثانيه دوكا نخدمو هذه البيكو ما نحكموهاش يعني الاولى والاخيره ما نحكموش ونخدمو العمود الاخر يعني دوكا شوفي هنايا حكمت صدفتين هادوما بالاعمده هادوما شوفي وين عندنا الاعمده هنايا حكمنا هنايا هذه تقابل هذه شوفي دائما رانا هنايا ما حكمناش هنا خلينا هادو ما نحسبوهمش يعني تبقى لي انايا الصدفه الاخيره راح نحكمها هنايا راح نخدم الاعمده نحكمها هنايا مع الصدفه هذه هنايا وين عندنا الاعمده في وسط هذه الصدفه دوكا نحكم هذه البياسه هذه الصدفه مع الصدفه الثالثه نعاود نرجع لكم هنايا بعد ما حكمت انايا هنايا الثلث هادوما البياسه الاولى مع الثانيه هنايا في ثلث اماكن كيما هكذا شوفي زدت خدمت هنايا في الصدفه الرابعه والخامسه يعني شوفي دائما عندنا هنا اثنين ما نحكموهمش خليهم هكذا انا خليتهم هكذا خاطر عندنا بياسه هنا في الوسط دوكا واش راح نديرو نكملو العمل دوكا نحكمو شوفي هذه البياسه اللي مقابلتها يعني هذه تحكمهم كامل هذه البياسه يعني دوكا كذلك في ثلث اصداف يعني واحد اثنين ثلاثه نروحو نحكمو هنايا واحد اثنين ثلاثه يعني دوكا انايا واش راح ندير راح نحكم هذه البياسه نخدمو سلسله فيها اثنان نجيبو هذه البياسه اللي مقابلتها هكذا في البيكو الاولى ما نحكموش في الثانيه نحكمو دائما بنفس الطريقه نحكمو العمل نحكمو العمل منزلقه نزيدو عوينتين ونرجعو نخدمو غرزه بيكو ونرجعو نكملو العمل عادي يعني نحكمو مرتين في كل صدفه سلسله فيها اثنان نرجعو كذلك سلسله فيها اثنان في الغرزه هكذا نكملو العمل بنفس الطريقه دوكا دائما الغرزه في كل اولى والاخيره ما نحكموش فيها هكذا والعمود الاخير هكذا يكون العمل دركا انا واش درت حكمت الصدفه هذه الاولى مع هنايا مع اللي مقابلتها نكمل الثانيه والثالثه ونكمل باقي العمل عادي هكذا عادي نكملوا بالاعمده وغرزه بيكو كي يكون في الاخير نعاود نرجع لكم هنا دوكا راني في نهايه هذه المرحله نهبطوا بسلسله فيها واحد اثنان ثلاثة باش نقفلو العمل نحكمو هادوما السناسل مع بعضاهم نطلع بسلسة فيها واحد اثنان ثلاثة نروحو لبداية العمل ندخلو نحكمو العمل بمنزلقة نتقدمو بالمنزلقة هكذا وحدة بوحدة هنايا خلاص هاي كملنا هذه المرحلة نقصو الخيط نكونو كملنا العمل هكذا دوكا واش رايحين نخدمو دوكا نخدمو البياسه اللي تجي هنا في الوسط تحكم هادوما الربع بياسات مع بعضاهم دوكا نخدمو البياسه اللي تحكمهم مع بعضاهم انا اللي حنخدم معاكم هنايا نبدا معاكم بالكوطو رقم 16 وكوشي رقم 18 اولا نخدمو العقده هكذا ونخدمو سلسله فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر نرجع بداية العمل ندخلو ونحكمو العمل منزلقة هكذا دركا هنايا نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة طلعنا بسلسلة فيها أربعة دركا نخدمو عمود بلفتين وسط الحلقة هكذا ونجبدو الخيط نخدمو عمود بلفتين نزيدو عمود بلفتين
الثانية نحسب كذلك العمود اللي طعنا به السنت اللي طعنا بها على أساس عمود، يعني كامل دوك عندنا أربعة، هذا الرابع هكذا. دوك هذه المرحلة كامل أنا واش راح ندير، راح نخدم الأعمدة كل عمود بلفتين، راح نخدم 24 عمود. نعود نرجع لكم. أنا بعد ما خدمت أنا 24 عمود كل عمود بلفتين، راح نقفل العمل في هذه المرحلة، نحكمه نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة في العوينة رقم أربعة، نحكم العمل المنزلقة هكذا كما هكذا يكون العمل. دوكا واش راح ندير، نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان على أساس ماي سيغي، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر، سلسلة فيها احداش. دوكا واش راح نديرو، شوف نروحو نحكمو العمل، شوف نخلو هنايا العمود هذا الأول خدمناه، الثاني والثالث ما نخدموش، الرابع ندخلو فيه ونحكمو العمل ماي سيغي هكذا. يعني عندنا عمودين في الوسط ما خدمناهمش، نكملوا العمل نطلعوا بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر. نروحوا كذلك هنايا العمود هذا الثاني ما نخدموش، الثالث ما نخدموش، الرابع ندخلو ونحكمو ماي سيغي وهكذا. يعني هذه المرحلة كامل راح نخدم أنا السلاسل ماي سيغي سنسا في 11، ماي سيغي سنسا في 11 وهكذا، راح نخدم 9 راح نخدم 8 سلاسل. نعاود نرجع لكم. هنا دوكا باش نخدموا السلسله الاخيره اللي هي رقم 8، نطلع بسلسله فيها 1 2 3 4 5. دوكا باش نقفلوا العمل واش راح نديروا، شوف هنايا نقفلوا بسلسله فيها 5 ونخدموا عمود باللفه الاولى الثانيه الثالثه 4، يعني باربع لفات. شوفي نروحوا احنا بدينا بسلسلة فيها اثنان على اساس ماي سيغي، نحسبو واحد اثنان ندخلو هنا ونخدمو عمود باربع لفات، اثنان ثلاثة اربعة هكذا. يعني هنايا عدنا في الوسط في المنطقة هنا، شوف في نصف القوس هكذا. دوكا واش راح ندير، وبعد ما كملنا هذه المرحلة هنا تلقى عندك ثمانية اقواس. دوكا باش ننتقل للمرحلة اللي بعدها، دوكا نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفو الخيط على الكروشي، شوفي هنا ندخلو في نفس هنا وين حكمنا العمل، نخدمو العمود الثاني. السلسلة هذه اللي طلعنا بها فيها ثلاثة على أساس عمود، وزدنا خدمنا العمود الثاني، دوكا نخدمو عمود بلفتين في نفس العوينة هكذا، عمود بلفتين، نزيدو عمود ثاني ثالث عفوا. يعني خدمنا عمودين بلفه واحده، دوكا خدمنا عمودين بلفتين، نزيدو نخدمو كذلك عمود ثالث بلفتين، نزيدو عمود رابع بلفتين، يعني خدمنا أربعة أعمدة كل عمود بلفتين. دوكا نزيدو نخدمو عمود بعد ما خدمنا أربعة أعمدة بلفتين، دوكا نرجعو نخدمو عمود بلفة الأول والعمود الثاني بلفة كذلك. يعني خدمنا، شوفي كامل كي تحسبين تلقاي عندك ثمانية أعمدة، العمود الأول والثاني بلفة، أربع أعمدة كل عمود بلفتين، وخرجنا بعمودين كل عمود بلفة. دوكا لفوا الخيط على الكروشي، روحوا كذلك المنتصف هنايا السلسلة الثانية، نحسبوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، العوينة رقم ستة ندخلوا فيها، نجبدوا الخيط ونخدموا عمود، نزيدوا عمود الثاني ونخدموا عمود بلفتين في نفس العوينة، كامل هادو في نفس العوينة، يعني أربعة أعمدة عفوا ثمانية أعمدة كل عمود، ثمانية أعمدة هادو كامل في عوينة واحدة، نبدأو بعمودين بلفة واحدة وبعد نخدمو أربعة بلفتين وبعد نخرجو بعمودين كذلك بلفة واحدة هكذا.
هذا الثالث، نزيد العمود الرابع بلفتين، ونخرج بعمود بلفة واحدة والعمود الثاني هكذا، وننتقل للسلسلة الثانية وهكذا. نحسبه 1 2 3 4 5 في الستة، في العوينة رقم 6 ندخله ونخدمه عمود وهكذا. يعني دوكا هذه المرحلة كم راح نخدمها هكذا دائما، 8 أعمدة عمودين اللي نبداو بهم بلفة، وبعد نخدمه 4 كل عمود بلفتين، ونخرجوا باثنان بعمودين كل عمود بلفتين، وننتقلوا للسلسلة اللي بعدها. دوكا نكمل العمل بهذه المرحلة بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهاية هذه المرحلة، نروحوا وين بدينا العمل، 1 2 1 2 3 نحكموا العمل أقلاب مزلقة، نحكموا طلاب سلسلة فيها 1 2 دوكا على أساس ماي سيري، نزيدو طلاب سلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 دوكا هنا نبداو نحكموا هذه البياسة مع البياسات اللي خدمناهم هذوك الربعة. دوكا نحكموا هذه البياسة مع هذوما البياسات الربعة، كيفاش راح نحكموا العمل؟ نبداو العمل، شوفي نبداو من هذه المجموعة البيكو الثانية، هذه الأولى هذه الثانية، نحكموا هنايا، شوفي هنا عندنا بيكو الأولى الثانية، هنا هذه الثانية ندخلوا فيها غازا بيكو هكذا، نحكموا العمل منزلقة ونهبطوا بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8، نحكموا العمل شوفي هنايا كي نكونوا نخدموا بالسلسلة هكذا تكون صغيرة. شوفي نحسبوا الأعمدة 1 2 3 هنا بين الثالثة والرابعة، يعني شوفي هادو مع هنايا عندنا أربعة، عندنا 8 أعمدة يعني في المنتصف، ندخل هنا في الوسط نحكموا مايسير، نطلعوا دوكا بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذه المرة خدمنا سلسلة فيها 10. هنايا وين رايحين نحكموا العمل؟ رايحين نحكموا شوفي هنا عندنا البياسة الأولى والثانية محكومين كذلك بغازات بيكو، أنا راح نحكم هنايا يعني بين البياسة الأولى والثانية وين عندنا الغرزة بيكو هكذا، ندخل نحكم العمل منزلقة ونهبطو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنايا شوفي نروحو نحكمو شوفي هنايا يعني هنا في منتصف المجموعة الأعمدة، نروح لمنتصف المجموعة الأعمدة الثانية نحسب 1 2 3 4 هكذا، هنا ندخلو ونحكمو مايسيري، دوكا نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7، دوكا نروحو نحكمو في البياسة الثانية شوفي هكذا. دوكا هنايا كيفاش راح نحكم؟ هنا عندنا بيكو الأولى والثانية الثالثة نحكمو فيها يعني هكذا في البيكو الثالثة، نروحو نحكمو العمل في البيكو الثالثة بمنزلقة هكذا، ونعرضو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8. دوكا هنايا شوفي نروحو هنايا بين ملتقى المجموعة الأولى والثانية هنايا من الأعمدة ندخلو هنا ونحكمو مايسيري، نطلع بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7. دوكا نروحو للمجموعة الثانية من البيكو، شوفي الأولى الثانية ندخلو ونحكمو فيها مش كيما نهبطو، شوفي نهبطو حكمنا بمنزلقة نهبطو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8، شوفي هكذا، ونروحو نحكمو في وسط هذه المجموعة اللي فيها 8 يعني 1 2 3 4 هنايا في وسطها نحكمو مايسير، ونكمل العمل نطلع بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دوكا نحكمو هكذا، هكذا 10، يعني دوكا راح نحكم بين البياسة هذه الأولى والثانية، يعني اسمها دائما شوفي البياسة كي يكونوا متقابلين نحكمو بيناتهم كيما هكذا، وين عندنا السلسلة اللي فيها 10 نحكمو بين البياستين، أما كي تكون عندنا السلسلة فيها 7 ونهبطو ب8 هنايا في الغرزات بيكو، شوفي دائما هنايا كي تبداي البيكو الأولى والثانية الثالثة تحكمي فيها
وفي السلسله الثانيه تحكمي في بيكو الاولى. لا لا الثانيه تحكمي، انا هنايا بديت في الثانيه كيما هنايا. دوك انا واش راح ندير، راح نكمل العمل بنفس الطريقه دائما. نعاود نرجع لكم هنايا. دوك راني في نهايه المرحله، بدينا هكذا. شوفي عندنا المجموعه الاولى من الاعمده اللي فيهم بيكو، المجموعه الثانيه انا بديت بالمجموعه الثانيه. يعني شوفي بيكو الاولى ما خدمتش فيها، بيكو الثانيه خدمت فيها وبديت نخدم العمل ساير داير. دوك راني في نهايه العمل. شوفي هنايا هذه المجموعه الاولى من الاعمده اللي فيها بيكو. البيكو الاولى الثانيه ما خدمناش، الثالثه خدمنا فيها. يعني كيما خدمنا هنا في كل مجموعه تلقاي روحك خادمه هكذا، مخليه بيكو الاولى والثانيه الثالثه تخدمي فيها، في المجموعه الثانيه الاولى والثانيه تخدمي فيها. دوك رايحين نقفلوا العمل هنايا. ندخلوا في العوينه الاولى ونحكم العمل مزيقه هكذا، نكونوا كملنا العمل صاي. تقدموا مزيقه فقط هنايا هكذا، نجيبوا المقص نكونوا هكذا كملنا العمل هكذا. هنايا دائما تاكدي، شوفي هنايا باش ما تخلطلكش يعني تلقاي روحك غالطه في الحساب. شوفي هنايا كي تكون عندنا سلسله كبيره بين حكمي بين البياستين الاولى والثانيه، هنايا شوفي رانا من المجموعه هنايا هذه فيها 8 وهذه 8، من المنتصف طلعنا بسلسله هبطنا المنتصف الثاني، المجموعه الثانيه في المنتصف الثاني. لكن كي تكون عندنا السلاسل هذوما الصغار، لا لا من المنتصف طلعنا حكمنا هبطنا بين المجموعه الاولى والثانيه بيناتهم، وزدت طلعت بسلسله ومن بعد في المنتصف ومن بعد زدنا طلعنا. شوفي كيما هكذا، يعني مره تحكمي مره ما تحكميش، مره تحكمي ومره ما تحكميش وهكذا. هنا هكذا دوك كملنا العمل، يعني في الاخير يكون العمل معك كيما هكذا. يعني كل ما تكبري العمل دائما خدمي البياسه هذه اللي تحكموا مع بعضهم هكذا. تقدري تخدمي هذا الموديل تخدمي به درا كامل للبنك، يعني للسرير تخدمي درا كامل، وتقدري كذلك تشبحي به الدراوات. مثلا تخدمي غير هذا اربع مربعات تشبحي بهم في الوسط هكذا، تشبحي في الوسط وزيدي تخدمي بياسات وتشبحي بهم في الاطراف، تكبري في الدرا يعني تخليهم شوفي هكذا. مثلا هادوما اربعه في الوسط الدرا، من بعد تشبحي كل بياسه وحدها هكذا، تخدمي بياسه وحدها. تقدري كذلك تخدمي ربعه بياسات كيما هكذا، تشبحي بهم كذلك المخايد. بالنسبه للطول هذه البياسه اللي فيها اربع بياسات، يعني شوفي تلقاي عندك 39 سنتيم، 39 سنتيم يعني كبياسه. هادوما الاربعه فقط يخدموا لك وساده، تقدري كذلك تشبحي بهم الدراوات. في الاخير اخواتي هذا هو العمل اللي خدمناه اليوم، انت شبحي كما تحبي هكذا يكون العمل. يعني تقدري تشبحي به دراوات مخايط كما تحبي انت، تحبي تخدمي درا كامل بهذا الموديل، تحبي تشبحي فقط كما تحبي انت على حسب الرغبه تاعك. في الاخير اخواتي هذا هو العمل اللي خدمناه اليوم. اذا عجبكم العمل هذا اللي خدمناه اليوم ماذا بكم تدعموني بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء والملتقى اخواتي.